التساوي في عدد النقاط وتحديد مراكز الهبوط والمربع الذهبي. اللائحة، البعض بيحاور بيثير اللغط، يعني يقول ايه لازم اتحاد الكرة يحط لائحة من دلوقتي ويوضح طريقة حسم لقب الدوري عشان ما يحصلش لخبطة زي الدوري بتاع 99 بتاع الناشئين. وناس تانية تقول لك ايه احمد مجاهد غير اللائحة لصالح الاهلي. اللائحة ما اتغيرتش. كلام كبير اتقال، ولكن اللائحة واضحة وصريحة، هي محطوطة من بداية الموسم ولكن ما حدش تطرق لها، انما احنا هنقولها. طبعا الكلام ده كان من قبل كده، من ايام اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، وكان رئيس لجنة المسابقات وقتها مازن مرزوق. فاللائحة اهي، اللائحة بتقول ايه؟ تحديد مراكز الهبوط والمربع الذهبي. تحديد مراكز الهبوط والمربع الذهبي. في حالة تساوي عدد النقاط للفرق التي تنافس على المربع الذهبي أو مراكز الهبوط، بيتم تحديد المراكز على النحو التالي: النقاط التي حصدتها الفرق في مواجهتهم المباشرة مع بعضهم البعض. يعني مثلا أنا بلاعب مثلا المحل، كويس؟ فجت المحلة خسرت مني ماتش وتعادلت ماتش، يبقى الأولوية لمين هنا والأفضلية لمين؟ ليا، لأن أنا جبت 4 نقط. يبقى دي مفهومة، يبقى النقاط اللي حصدتها الفرق في المواجهات المباشرة، ماشي. في حالة التساوي في النقاط في المواجهات المباشرة، يعني نفترض أنا كسبت ماتش والفريق التاني كسب ماتش، احنا بنتكلم هنا عن الهبوط والمربع الذهبي. الهبوط والمربع الذهبي. في حالة التساوي في النقاط في المواجهات المباشرة، بيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة اللي بيني وبينه. يعني مثلا أنا كسبت 3 هو كسب 2، يبقى الأولوية ليا لأن أنا جايب أهداف زيادة. الأولوية ليا لأن أنا جايب أهداف زيادة. طيب، يبقى الأولوية للفريق اللي سجل عدد أهداف أكبر في المواجهتين. طيب، في حالة تساوي الفريقين في المواجهات المباشرة من حيث النقاط ومن ثم الأهداف في المواجهتين، يعني إيه؟ يعني أنا مثلا كسبت 3 وهو كسب 3، يبقى في تساوي. بيتم الاحتكام إلى إيه بقى؟ فارق الأهداف للفرقتين في المسابقة. فارق الأهداف للفرقتين في المسابقة، يعني أنا مثلا جايب 10 مثلا وداخل عليا 5، يبقى أنا في صالحي 5. هو جايب 10 وداخل عليه 7، يبقى الفرق 3 لصالحه، يبقى انا اللي اكسب وانا اللي ليا الافضليه. طيب، بعد كده عدد، ماشي. في حاله التساوي بقى في الثلاث معايير اللي فاتت المذكوره في هذا البند، بيتم احتكام لايه بقى؟ عدد الاهداف المسجله من كل فريق في المسابقه. ازاي؟ يعني انا جبت 15 جول مثلا، احنا تساوينا في كل حاجة، خلاص احنا تساوينا في كل حاجة، بس انا جايب 15 جول وهو جايب مثلا 10 تجوال، لا، يبقى انا اكسب في الحالة دي. يبقى في حالة التساوي التالتة انا اكسب لاني جايب اهداف اكتر. طيب، في حالة تساوي الفرقتين في كل البنود اللي فاتت، كل البنود اللي فاتت، يعني كله زي بعض، يعني كسبني ماتش وانا كسبته ماتش، جبت 3 جاب 3، فرق الاهداف هنا زي فرق الاهداف هنا، جبت 15 جول وهو جاب 15 جول، بيحصل ايه بقى ساعتها؟ بيتم اقامه لقاء فاصل على ملعب محايد، على ان تحدد اداره المسابقات ملعب وتاريخ وتوقيت المباراه. وفي حاله نهايه المباراه لو انتهت كمان بالتعادل، بيتم الاحتكام مباشره لركلات الترجيح لتحديد الفريق الفايز. زي ما حضراتكم شفتم، اللائحة واضحة وصريحة وموجودة، موجودة، عشان ما حدش يقول انها هتتحط مش عارف. هو ان شاء الله ربنا يعني يبعدنا عن الموضوع ده خالص، ان شاء الله نحسمها بإذن الله رب العالمين، ان شاء الله بدون الوصول للموضوع ده. ان شاء الله عندنا ثقة كبيرة في ربنا ان شاء الله، زي ما قلنا اللائحة دي ان شاء الله ما نحتاج لهاش. كلنا ثقة في لاعبتنا، في الجهاز الفني، في المنظومة ككل.
ان شاء الله نحسم كل حاجه باذن الله بايدينا، بيدي لبيد عمرو باذن الله.